ما بستعمل اليوم صدور الدجاج، لبن زبادي، عصير ليمون، بنحط عليها شوية زيت نباتي أو زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، ثوم مهروس، كمون، هيل، ممكن نستعمل 7 بهارات، كزبرة ناعمة، برش ليمون، شوية معجون طماطم، معجون فلفل حر، قرفة ناعمة وزنجبيل اختياري. بالنسبة للعجين اللي حنحكي عنه هلأ، اللي هو عجينة خبز الصاج، الخبز البسيط والطيب واللذيذ، عم نستعمله اليوم 500 جرام من الطحين، نص كيلو، 3/4 كوب من الحليب الدافي، 3/4 كوب من الزيت النباتي، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعم نستعمل حوالي 3/4 كوب من الماء. أما بالنسبة طبعا لتتبيلة، إذا بدنا نعملها فتة فحنستعمل اليوم تتبيلة اللبن، اللي هو مثل ما بتعرفوا فيها لبن وطحينة وليمون وثوم وشوية. بالنسبة للخبز اللي عملناه اليوم، أو أنا حضرت مجموعة من الخبز الساج، شوفوا قد ايه حلوة الخبزة، كيف بتصير هيك فريش ولذيذة، وما في أطيب من خبز البيت، عن جد خبز البيت هيك له نكهة وله طعم طيب، فلكل الناس اللي ما عندهم أكسس هلا ومع القعدة بالبيت جربوا هالوصفة حتعجبكم كتير. بناخذ من هذا الخبز، فينا نستعمله للساندوتشز مثل ما قلنا للشاورما، أو بقصقصهم لمربعات صغيرة، وبعمل بحمصهم بالنار لاستعملهم لفتة الشاورما. طبعا اليوم اخترت اجمع ما بين الشاورما وما بين مثلا الفتة، فينا نحن نعمل فتة كثير مكونات، نعمل فتة الحمص، فتة الباذنجان، فتة الدجاج، كل هاي فتات تقليدية جدا طيبة ولذيذة، بس بنفس الوقت من باب التغيير هيك بكون عطيتكم وصفة تتبيلة الشاورما ووصفة كمان الصاج وكيف بنقدر نعملهم مع بعض. للخبز بعد ما بنكون هيك استوى وقطعناه، رح حط عليه بس شوية سماء ورشة زيت زيتون وبنحمصه بالفرن، بس هيك رشة كتير خفيفة، هيك بنكون كمان نحن ما قليناه، بنخلطهم مع بعض وبنحمصهم بالفرن لحتى ما تبلش تتحمص وتصير معانا النتيجة اللي نحن بدنا اياها، بيطلعوا كريسبي، شوفوا شو حلوين، بيطلعوا هيك كريسبي ومقرمشين. اما لنقعة الشاورما فهي مجموعة من البهارات مع خلطة من اللبن، فعم بستعمل اليوم بس صدور الدجاج، دائما لصدور الدجاج افضل تتبيلة هي تتبيلة اللبن، فبستعمل اللبن الزبادي. وبنحكي عن البهارات المنضيفة، عندنا الملح والفلفل الاسود، طبعا في بالسوق دائما بهارات الشاورما المشكلة، بس انا حبيت اليوم افصلها اكثر بالتفصيل. بنستعمل لبهارات الشاورما، حناخذ معلقة صغيرة وخبركم بهار بهار. في عنا هون جوزة الطيب، عنا الكزبرة الناشفة، الفلفل الأبيض، في عنا الكركم، الهيل، هاي القرفة وهي الهيل، وفي عنا هون كمون، وفي عنا كمان 7 بهارات، 7 بهارات فيها كل المكونات مع بعضها. حنبدأ ناخد تقريبا نصف معلقة من كل بهار ونحطهم على الخليط. في كمان طعمة أنا كتير بحبها بقلب مع البهارات اللي هي القرنفل، القرنفل المطحون له كتير طعم طيب بقلب الشاورما سواء عم نعمل لحم أو دجاج. وبرجع بحط عليهم شوي من الثوم، معلقة صغيرة من الثوم، وبحط عليهم هيك معلقة كبيرة من معجون الطماطم. إذا بدنا إياها شوي حرة فينا نزيد عليها كمان معلقة صغيرة من الحر، أو اللي هو معجون الحر. وكمان شغلة كتير طيبة لهالوصفة اللي هي البرش الليمون، فينا نضيف على هالوصفة برش برتقالة وبرش ليمونة، أكيد مع رشة زيت زيتون بناخد النتيجة اللي نحن بدنا إياها. فحأخذ شوي من الزيت، بنخلط كل هالخلطة، بنكون خلطنا كل البهارات واللبن والزيت وكل هالنكهات مع بعضها، بتركها على مغطاية وبتركها بالبراد، بصير بنقدر نرجع نحن نشويها بالنار، نشويها بالفرن. بعد ما بنشويها بالفرن رح احطها بهذا الشكل، بنشوفوا كيف مقطعينها، يعني عندي هون التتبيلة الجاهزة لأنه هديك بدها شوية وقت تحريك، عندي هي التتبيلة اللي مخلوطة لازم تكون بهذا الشكل، هيك كل الألوان متجانسة مع بعضها مثل ما هلا هون شايفين. اما بالنسبه للدجاج بعد ما بنكون تبلناه بهذا الشكل بنشيلهم بنحطهم على صينيه الفرن وبنحمرها بالفرن لحتى تصير بهذا الشكل، وبنرجع بنقدر نقصهم شرايح رقيقه بهي الطريقه لحتى نكمل الفته. بنحط اللبن على الخبز، حقربها وورجيكم اياها كيف بتصير. ناخذ من الدجاج بعد ما بنكون قسمناه، ومثل ما قلنا بعد ما بيكون تبل ونشوى بصير بهذا الشكل هيك المحمر والحلو، حنستعمل من هذا الدجاج على الوجه، على وجه الفته، اذا حط هون الخبز بعدين اللبن اللي هلا حضرناه على الوجه، وبنرجع قطع الدجاج بنحطها بالوسط